بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص فيزياء الإلكترونيات، سأتحدث في هذا الفيديو عن البلورة. طبعا الكريستال كما هو معروف، نتجات تتوقعها منك عزيزي المتعلم أن تتعرف إلى البلورة بداية، ثم تتعرف إلى بعض أنواع التشابك البلوري. أيضا أتوقع منك أن تتعرف إلى بلورة الجرمانيوم هنا تحديدا، ومن طبعا هنا الفكرة التعلمية هنا هي مبدأ التعميم. من خلال معرفتنا ببلورة الجرمانيوم نستطيع أن نعمم معرفتنا على بلورة السيليكون. أيضا يتعرف المتعلم إلى الآثار الحرارية في أشباه الموصلة. إذا هيا سويا نمضي في هذه الرحلة التعلمية. إذا لو طلب إليك السؤال، عرف التركيب البلوري. أتاني هذا السؤال، قال لي أعرف التركيب البلوري، كيف سأجيب عنه؟ أقول بأنه مثال يفرض ذرات مرتبطة بإحكام إلى بعضها بعضا. طبعا المثال يقال عنه خطأ نموذج، لكنه نحن نستخدم الجملة العربية الأصح هي المثال يفرض ذرات مرتبطة بإحكام إلى بعضها بعضا. طبعا في المواد الصلبة مثل الزجاج يكون ترتيب الذرات عشوائيا أو بطريقة عشوائية. طبعا الزجاج هو مثال على المواد الصلبة، لكن يوجد عندي أنا مواد صلبة أخرى غير الزجاج. وفي الخشب أيضا عندي الترتيب عشوائي، عندي أيضا عفوا ترتيب الذرات عشوائي، لكنه أكثر ترتيبا من الزجاج. طبعا ننتقل من هذه الفكرة هنا إلى لكن الألماس. أخذنا مثال الألماس، إذا تكلمنا بداية عن الزجاج عشوائي، الخشب أقل عشوائية، الألماس يكون الترتيب أعلى. في حالة الألماس يكون التركيب البلوري كبيرا. هذا التركيب البلوري والتمازج البلوري أو المثال البلوري هو ما يهمنا في عالم الإلكترونيات أكثر ما يكون. طبعا هنا نقول يتبلور كل من السيليكون والجرمانيوم مثل الألماس. إذا عممنا مثال الألماس إلى السيليكون والجرمانيوم. طبعا هي مادة صلبة، ذراتها ترتبط ببعضها بعضا بإحكام وتتكرر باستمرار، لهذا هو يسمى بالمثال. طبعا هنا عندي مواد متعددة البلورات كما هو واضح في الرسم. هنا عندي مثلا في الرسم هنا لو تحدثت عن هذه الأولى، نسمي هذا الرسم مكعب مركز الأسطح، ومركز الأسطح مثلا شكل مكعب. هذه هي البلورة، لاحظ الذرات باللون الأحمر ترتبط إلى بعضها بعضا بشكل منتظم. هنا لو انتقلنا إلى الرسمة الثانية الموجودة هنا في هذه الرسمة، ماذا سنلاحظ هنا؟ عندي مكعب ومركز الحجم هنا. إذن هنا عندي المركز في الأسطح، على كل سطح يوجد مركز. مركز هنا عندي المركز موجود في المنتصف، إذن هو مركز عندي هنا هو مركز الحجم، مكعب مركز الحجم. أيضا هنا عندي لو انتقلنا إلى هذه الرسمة فنقول عنها أنها مكعب بسيط. الرسمة الموجودة هنا هي عبارة عن رسمة مكعب بسيط، وتعتمد الخواص الميكانيكية لبلورة التشابك لها ببنية التشابك. مثلا لو تحدثنا لو أخذنا مثال الجرافيت، فهو عبارة عن شكل بلوري للكربون، هو يستخدم في أقلام الرصاص لو أخذناه كمثال، لأنه طري. طري أي أنه يصبغ على الورق. وكذلك الألماس عبارة عن شكل بلوري للكربون، ولكنه من نوع أصلب من نوع من نوع المستخدم في قلم الرصاص. وعليه فكرة صلابة المادة غير مما تعطيني أن المثال يكون تركيب البلوري أكبر. لو سألنا سؤالا، كيف ندرس بلورة الجرمانيوم؟ عندي هذا التوزيع الذري للجرمانيوم كما هو لاحظ الجي اي. لاحظ عند المدار الأخير هو ما يهمني أكثر شيء. طبعا هي 32، نعرف نحن بداية أن الجرمانيوم المدار الأول 2، المدار الثاني 8، المدار الثالث 18، يبقى عندي المدار الأخير 4.
اثنين ثمانية عشرة، عشرة زائد 18 28، حتى يكون لي 38 يصبح عندي 4. إذا ها هو المدار الأخير، 1 2 3 4، تمام. طيب وتعلمنا أن في المدار الأخير يوجد 4 إلكترونات، وتعلمنا أن تميل الإلكترونات الموجودة في المدارات أو في المدارات الأخيرة إلى التشابك مع إلكترونات غيرها حتى تستقر. عفوا، إذا نكتفي برسم 4 إلكترونات في المدار الأخير للتسهيل على أنفسنا، إذا يصبح هذا التركيب البلوري لذرة الجرمانيوم بهذا الشكل. هذا هو تركيبها الإلكتروني البلوري عفوا بهذه الصورة. فنصبح نحن نهتم غالبا في هذا، طبعا هو كما نعرف هو مثال، وحتى نسهل على أنفسنا أكثر. إذا هنا كل كرة في هذه الرسمة، كل كرة مهم جدا عندي أن تعرف عزيزي المتعلم أنها تمثل ذرة جرمانيوم. كل كرة تمثل ذرة جرمانيوم، والقضبان الموجودة بين الكرات، هذه القضبان الموجودة بين كل كرة وكرة تمثل القوة الكهربائية التي تربط كل ذرة مع جيرانها من الذرات. إذا هذه هي شكلها بـ 3D، طبعا 3D animation. مثلا لو أخذنا هذه الذرة مثلا، لاحظ قلنا أنها 4 إلكترونات فيها ترتبط مع 1 2 3 4، كل ذرة ترتبط مع 4 إلكترونات. مثلا عندي هنا 1 2 3 4. إذا هذه هي الفكرة، هذه فكرة رسم أو التشابك التركيبي لذرة الجرمانيوم، والقضبان تمثل القوى الكهربائية التي تربط هذه الذرات. طبعا من الواضح أن يعني وفقا لهذا الرسم، واضح أن كل إلكترونات التكافؤ مرتبطة جيدا ببعضها داخل التشابك البلوري لمادة الجرمانيوم. هذا التشابك الجيد لا يسمح بوجود إلكترونات حرة، وهذا هو الحال عند درجة حرارة الصفر المطلق. طبعا ونحن تعلمنا أن الإلكترونات الحرة هي التي تؤدي عملية التوصيل، هي التي توصل التيار الكهرباء أو الشحنات من مكان إلى آخر، من المكان إلى آخر، لأجل أن الجرمانيوم في هذه الحالة لا يكون موصلا بل يكون عازلا. في هذه الحالة عند درجة الحرارة العادية يكون الجرمانيوم غير موصل، يكون عازل طبعا، ولكن درجات حرارة أعلى من درجات حرارة الحجرة تتخلص بعض الإلكترونات من الترابط، وتصبح الإلكترونات حرة وتنتقل من طاقة التوصيل. يحدث ذلك بسبب الطاقة الحرارية التي تجعل الذرات تهتز، وهذا ما يعرف به الإثارة الحرارية. إذا من خلال إعطائنا طاقة حرارية لهذه الإلكترونات، فإننا نستطيع أن ننقلها أو أن تكسر رابطها فيما بينها، فتتخذ حرة فينتقل إليه ما يعرف بالتيار الكهربائي. إذا خلال استخدامنا بالأثر الحراري، التأثير الحراري على مادة شبه الموصلة، نستطيع التحكم بالإلكترونات، أي التحكم بالتيارات. إذا لو أردنا أن نلخص هذا الكلام، نقول أنها ترتبط كل الإلكترونات بعضها بعضا داخل التشابك البلوري للجرمانيوم، مما لا يسمح بوجود إلكترونات حرة، وهذه الحال عند درجة حرارة الصفر المطلق عند سالب 273 درجة الصفر المطلق كما هو معروف في الفيزياء. وعليه عند هذه الحرارة لا ينتقل الإلكترون عبر النسيج البلوري، ويصبح الجرمانيوم عازلا. طبعا هل مهمة الجرمانيوم أن يكون عازلا؟ طبعا لا، الجرمانيوم نحن صنعناه مادة شبه موصلة ليأخذوا ماذا؟ ليأخذوا موصلا. هنا غدا عازلا. طبعا إذا هو عند الصفر المطلق عازل، إذا لابد لي من تغيير حالة الصفر المطلق حتى يتحول إلى شبه موصل، لأنه سيوصل تيارا صغيرا. إذا ننتقل هنا إلى هذه الفكرة، عند ارتفاع درجة الحرارة قليلا تنتقل بعض الإلكترونات عبر نسيج الجرمانيوم البلوري بفعل الاهتزاز. فنحن تعلمنا في الفيزياء أن الذرات هي فعليا في حالة اهتزاز، كسبت حرارة تهتز بطريقة أكبر، فتصبح عندي الانتقال أسرع. عند ارتفاع حرارة قليلا تنتقل بعض الإلكترونات عبر نسيج الجرمانيوم البلوري بفعل الاهتزاز، وتعرف بالإثارة الحرارية، يصبح الجرمانيوم أو يأخذ الجرمانيوم بعدها موصلا. والوقوع بين هاتين الدرجتين أصبح اسمه نصف موصل، لأنه يقع بين درجة الصفر المطلق والحرارة المرتفعة قليلا. صفر مطلق يعني عازل، حرارة مرتفعة قليلا
يعني موصل، هو بينهما شبه بينهما أسميناه نصف موصل أو شبه موصل، شبه أسميناه بش نصف الموصل أو شبه الموصل في هذه الحالة. إذا أحبتي في هذا الفيديو تعرفنا سويا إلى فكرة الشبكة البلورية، كيف ترتبط الإلكترونات إلى بعضها بعضا في الشبكة البلورية في ذرة الجرمانيوم، كيف يمكن أن نتخلص هذه الإلكترونات من هذا التشابك، وماذا نسمي حالتها، كيف يمكن أن تبقى في هذا التشابك وماذا نسمي حالتها. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.